كانوا يتحركون في جنح الظلام، فستار الليل يساعدهم كثيرا على تهريب الشاحنات المحملة بالمحروقات. تصل هذه الشاحنات إلى ميليشيا الحوثي وصالح لتمويل حروبهم العبثية في الوقت الذي يحرم منها المواطنين لاستخداماتهم اليومية. هذه المرة قامت اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف بضبطها بعد تلقيها معلومات تفيد بأن شاحنات محملة بالمحروقات تحركت من ميناء المكلا في طريقها إلى ميليشيا الحوثي عبر المحافظة. تنظيم القاعدة هم من يقومون بتموين ميليشيا الحوثي وصالح بالمشتقات النفطية، هكذا قال محافظ الجوف اللواء حسين العواضي، ولم يتورع عن اتهام جهات أجنبية بتهريب المحروقات عبر البحر لإيصالها لمناطق تسيطر عليها الميليشيا بسرعة كبيرة. أي شيء مشكلة من صابر لا اللي جاية من المكلة لشحن المكلة، هذه مواد مهربة تمام، يعني جيبوها تمام عندنا تمام. وأن تلك الجهات هي نفسها من تتولى عمليات تهريب شحنات السلاح وأجهزة الاتصالات عبر الموانئ الشرقية للبلاد. إلقاء القبض على هذه الشحنة من شأنها إرسال رسائل الميليشيا مفادها أن محافظة الجوف لم تعد صالحة للاستخدام كطريق لتهريب المشتقات النفطية والأسلحة للميليشيا.